الرياضيه والجماعيه يمكن رانا عليها طبعا واحده من النجمات النهارده كمان متواجده معانا. قولي لي النهارده شايفه اليوم ازاي، التكريم ازاي، كنت متوقع النهارده ان اليوم يبقى بالشكل الرائع ده، تشوفي كل النجوم والنجمات الالعاب الفرديه والجماعيه وكمان كره القدم اللي اكيد بنحط تحتيها خطوط عريضه جدا، لان النهارده الالعاب الجماعيه والفرديه وكره القدم بتكرم في يوم واحد. هو طبعا كان حفل جميل جدا، كنا فعلا متوقعين ان هيبقى يعني لما كلنا كده فردي فعلا وجماعي، وكناش متوقعين كمان ان في يعني عندنا ابطال عالم زي الالعاب الفرديه دي، اللي هو من اول مره يعني نشوفهم ونسمع عنه. طبعا فريق كوره دخل، طبعا كان يعني لا كان تكريم مشرف جدا الصراحه. بينعكس عليكم ازاي والكلمات مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ازاي بيطالبكم اكيد الفتره اللي جايه بمزيد من البطولات، بتشوف ان الموسم ازاي بالنسبه لكم، لان الحفله دي قبل انطلاق الموسم على ما اعتقد هتنعكس عليكم بشكل كبير جدا ان شاء الله. طبعا هي الحفله دي كانت تحفيز لينا جدا، ان احنا عايزين ناخد بطولات ثانيه عشان نكرم زي الحفله زي الحفله دي تاني. واحنا طبعا بنستعد من يعني احنا بقالنا تقريبا اكتر من شهر بادئين في السيزون، ويعني ده كان تحفيز ان احنا السيزون اللي جاي ان شاء الله نبتدي جامد. تمنياتك ايه الموسم ده؟ بتتمنوا تحققوا ايه ان شاء الله بشكل عام للبطوله وكل الفرق كمان بتتمنى لهم تحققوا ايه؟ طبعا بنتمنى كل الناس كلها تحقق زي اللي حققته السنه دي لو عند اخر حاجه، وكمان يحققوا اكتر، وان شاء الله احنا ناخد بطوله العربيه وبطوله الافريقيه ان شاء الله. شكرا.